الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بقراءة شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، المتوفى سنة 29 و300 من الهجرة. والإمام رحمه الله يعني من أئمة الحنابلة في زمنه، وكان شديد على أهل البدع وشديد في اتباع السنة رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب أجمع أهل السنة على هذا الكتاب أنه يعني مشى فيه المؤلف على طريقة السلف في الصفات، على طريقة السلف في الصفات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم المؤلف وأن ينفعنا بكتابه، وأن يجعل هذه القراءة شاهدا لنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وحجة لنا، إنه سميع الدعاء. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى بقراءة الكتاب. بس لو تذكرون متى بدأنا في قراءة الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. ها؟ إيه نعم، لو تكتبون حتى لا ننسى بإذن الله. قرأ يا أحمد. اقرأ من 35 من الشرح. اي نعم اي نعم، اقرأ على صوتك. ها، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قرب والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. نعم، هذا يعني من المؤلف رحمه الله يبين فيه أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. والمراد بالسنة هنا الطريقة، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في الاعتقاد أو في العمل، في الاعتقاد أو في العمل. والمؤلف في كتابه هذا يذكر مسائل الاعتقاد، يذكر مسائل الاعتقاد. فالإسلام، أنت غير المتن 59. طيب، فالمؤلف رحمه الله يذكر الإسلام هو السنة، يعني في الاعتقاد، في الاعتقاد، لأن الكتاب ألفه المؤلف للرد على أهل البدع وتقرير عقيدة أهل الحق في مسائل الصفات، في مسائل الصفات. نعم، وقول المؤلف اعلموا أن الإسلام هو السنة، يعني في الاعتقاد والطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الاعتقاد أو في العمل، والمراد هنا الاعتقاد. نعم، فمن السنة لزوم الجماعة. هذا دليل على أنه أراد الاعتقاد، أي المسائل التي تتكلم في العقيدة، لأن لزوم الجماعة هذا إيش في الغالب أراد به العقائد. نعم، ثم سيبين ما هي الجماعة. فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. نعم، خلع ربقة الإسلام يعني خيط الإسلام من عنقه، وكان ضالا في نفسه مضلا لغيره، لأن من اتبع غير الجماعة، والمراد بالجماعة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطريقتهم في مسائل الاعتقاد، في مسائل الاعتقاد، وما كان منهم إذا جاء النص من الله سبحانه وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يتعاملون بهذه إيش بهذه النصوص أو مع هذه النصوص، مع هذه النصوص. فهذه طريقة الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل، هذا الأصل، اتباع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. والمراد بالسلف أول من يكون هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين شاهدوا التنزيل، وهم الذين عايشوا التنزيل،
وهم الذين يعرفون كلام العرب ومعنى كلام العرب. والشيء بالشيء يذكر، لم يثبت عن صحابي من الصحابة أنه إيش؟ أنه أشكل عليه أي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل يتكلم بالشيء المعلوم المبين المفهوم سبحانه وتعالى، لذلك ما أشكل على الصحابة هذا الأمر، بل أشكل هذا الأمر على من إيش؟ دخلته الأهواء وفارق الجماعة، هنا صارت الإشكالات، ورد عليهم العلماء من أهل السنة ولله الحمد. نعم، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين وهم أهل السنة والجماعة، سميوا بأهل السنة والجماعة لأنهم اجتمعوا على السنة، اجتمعوا إيش؟ بالعمل بالسنة، بخلاف أهل البدع. أهل البدع تركوا السنة واعترضوا على السنة وجاءوا بأشياء لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يسمى الأشاعرة كما هو اليوم بأنهم من أهل السنة والجماعة، لأن الأشاعرة خالفوا أهل السنة والجماعة في كثير من مسائل العقيدة. نعم، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. نعم، وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. نعم، هذا فيه إيش؟ أن كل البدع إيش؟ ضلالة. إذن السنة ليست بضلالة، هي الحق، وكل ضلالة محلها النار، لأنها استدراك على الشريعة. الضلالة استدراك على الشريعة، فالبدع حقيقة البدع استدراك على شرع الله سبحانه وتعالى. نعم، وقال عمر بن الخطاب رحمه الله: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. نعم، هذا تعليله، لأن إيش؟ الأمور قد بينت خلاص، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الناس في عماء، بل أن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس على المحجة البيضاء، الكل يعرف ويفهم ما في القرآن وما في السنة، ما في القرآن وما في السنة. نعم، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله. نعم، وتبين للناس فعل الناس الاتباع. نعم، واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. نعم، الدين دين الله سبحانه وتعالى، الأصل فيه التسليم، دين الله سبحانه وتعالى الأصل فيه التسليم، وليس أن هذا الدين يكون بين عقل فلان وعقل فلان، وهذا إيش؟ وهذا الضلال، لأن العقل يعني عقل زيد يقبل شيء لا يقبله إيش؟ عقل عمرو من الناس، واضح؟ فإذا قلنا أن الدين بحسب عقول الناس ومفاهيم الناس، فنقول إيش؟ أن الدين سيضيع بين عقل فلان وعقل فلان. إذن المرض ماذا؟ إيش؟ ها؟ ما قال الله؟ قال الرسول وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي، هو الاتباع والتسليم. التسليم يرحمك الله. نعم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، وإن كانوا قلة، السواد الأعظم وإن كانوا قلة، لأن هذا الأصل إيش؟ أنهم على الحق، ولو كان واحد، إذ أن معه الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. نعم، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر، والمراد هنا ما خالف فيه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في المسائل المتفق عليها، رجل جاء وخالف الصحابة، لأن الصحابة أعلم الناس بمرادات الشرع سواء من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خالفهم بشيء اتفقوا عليه هذا إيش؟ هذا خالف الإسلام. وهل يخرج من الإسلام إلى الكفر، أو يعني الكفر الأكبر أو إلى الكفر الأصغر؟
وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. وهذه من العقوبة، هذه من العقوبة، أن الله عز وجل ينزع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قلب العبد ويكون في قلب العبد حب الابتداع، هذه من العقوبة، عقوبة الله لهذا العبد الذي إيش؟ اعتاض بالبدع وترك السنة، وترك السنة. فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار. نعم، حتى لو كانت صغيرة، البدع، صغير البدع وكبير البدع كلها ضلال، كلها ضلال. لأن إيش؟ لأن صغير البدع يكبر مع الزمن، يكبر مع الزمن. الإنسان يستحسن الشيء الصغير ثم إيش؟ ثم إيش؟ الشيء الأكبر، وهكذا، حتى إيش؟ حتى تدرس السنة وتنسى وتترك، وهذا من الضلال. واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. نعم، وهذا يعني واقع، كل من ابتدع بدعة صغيرة تدرج إيش؟ وقع فيما هو أكبر وأعلى. نعم، لأن البدع لا تقف عند حد، ما تقف عند حد. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق. نعم، البدع تنقسم إلى قسمين، بدع حقيقية وتسمى بالأصلية، كذلك تسمى بالأصلية، هذا القسم الأول. القسم الثاني بدع فرعية أو إضافية، تسمى بالإضافية وتسمى بالفرعية. البدع الأصلية أو الحقيقية هي كما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى، هي التي ليس لها أصل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح، ليس لها أصل، هذه بدعة حقيقية محدثة في دين الله سبحانه وتعالى جاء بها المبتدع. وهذا مثل الشرك، مثل الشرك واتخاذ الآلهة مع الله سبحانه وتعالى، ومثل تحريم الحلال وعكس ذلك. فهذا كله إيش؟ بدع أصلية، بدع أصلية. هذه إيش؟ تتضح هذه أو هذا القسم من معرفة القسم الثاني، البدع الفرعية أو الإضافية، البدع الفرعية أو الإضافية. البدع الفرعية لها أصل في الدين، ولكن اختلفت كيفية إيش؟ كيفية هذا الأصل، اختلفت كيفية هذا الأصل، فلها وجهان، وجه وافق الأصل ووجه خالف الأصل. مثال الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، هل ذكر الله له أصل في الشر؟ له أصل في الشر، أنك تذكر الله سبحانه وتعالى، واضح؟ تسبح، تكبر، وتهلل، هذا إيش؟ له أصل في الشر. ولكن لما وقف ابن مسعود رضي الله عنه على الحلق التي كانت في الكوفة، فرأى إيش؟ فرأى أنهم يذكرون الله، حلق، هؤلاء يقولون كبروا مئة، وهؤلاء يقولون هللوا مئة وسبحوا مئة، وكان عندهم حصى، فكانوا إيش؟ يقول الله أكبر، الله أكبر، الله. الآن نريد إيش؟ هذا الذكر، الذكر نفسه، الأصل، أصل الذكر موجود، رغب فيه الشرع، رغب فيه الشرع، ولكن إيش؟ لما تغيرت الكيفية صارت بدعة، وهي البدعة تسمى الإضافية، يعني أضافها على الشرع، أضافها على الشرع، الشرع هو الأصل، طيب أضافها على الشرع، واضح؟ فنهاهم عن ذلك وذكر لهم المخالفة رضي الله عنه وأرضاه، مع أن إيش؟ ما وقف على يعني زنا ولا ربا ولا قمار، ولا وقف على ذكر الله سبحانه وتعالى، مع ذلك
أنكر أو لم أنكر؟ أنكر عليهم. لأن إيش؟ لأن استدراك على الشريعة، لأن البدع الصغيرة تصبح بعد ذلك كبيرة. يقول الراوي، يقول وكان عامة هؤلاء يعني أهل الحلق، لأن الاستحسان البدعة إيش إيش يكون إيش؟ يعظم الإنسان البدع ثم إيش؟ ينتقل إلى من هو؟ من هي أعلى منها. يقول وكان عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، يعني مع الخوارج، مع الخوارج. فالبدع يرقق بعضها بعضا وهكذا. نعم، لأن الإنسان لا ينظر إلى صغر البدعة، ولكن لا بد أن ينظر إيش؟ ينظر إلى أن هذه البدعة صغيرة أو كبيرة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول عن النبي اليوم أكملت لكم دينكم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء، كما قال أبو ذر، ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لنا منه علما. ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام إلا ونصح الأمة به عليه الصلاة والسلام. فأي واحد يأتي بشيء جديد، والمراد بالبدع هنا البدع الإيش؟ المنسوبة للدين، وليس البدع المنسوبة للدنيا كما يعني يتكلم به الجهال، جهال الناس يقولون ها الساعة بدعة، ها شماغ بدعة، ها كذا بدعة. نقول البدع المنهي عنها هي البدع التي تنسب إلى دين الله سبحانه وتعالى. أما البدعة يعني بدعة، لأن البدعة إيش؟ الاستحداث في الشيء، أنك تستحدث شيء في الدنيا، في أمور الدنيا تنفع به الناس، لا بأس، واضح؟ أما يعني أنك تحدث شيء في دين الله سبحانه وتعالى، هذا استدراك على نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان به. ولاحظ أن صاحب البدعة إلا أن يشاء الله عز وجل، وهم القلة القليلة، الذي يترك البدعة إيش ويرجع للسنة. لماذا؟ لأنه يتدين بالبدعة، لأنه يحسب أن هذه البدعة هي التي تقربه إلى الله، لذلك هو يستمر. إلا أن يشاء الله عز وجل أن إيش؟ أن يكره إليه هذه البدعة وينتزعه منها للضلال سبحانه وتعالى. بخلاف صاحب الشهوة، بخلاف صاحب الشهوة، صاحب الشهوة يرجع سريعا، لكن صاحب البدعة تجده على. لذلك العلماء يقولون أن البدع أعظم من الشهوات، بدع البدع أعظم من الشهوات، يعني أعظم من المعاصي. وهذا ليس على إطلاقه، لابد أن ننتبه، هناك بدع صغيرة وهناك معاصي كبيرة، لكن إيش نقول؟ أن البدعة من حيث أنها بدعة استدراك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام، فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من القواعد العظيمة. إيش؟ أنك إيش؟ أو أي واحد يتكلم بكلام إيش؟ المراد العقائد. طيب، لا بد أن تنظر، هل قالها الله؟ هل قالها النبي؟ إذا ما وجدت، انظر إلى طريقة الصحابة في الصفات، في الأسماء والصفات وعموم العقائد، لأن الصحابة أعلم الناس كما ذكرنا بالتنزيل، أعظم الناس بالتنزيل، ولم يخالف، وكل من خالف الصحابة وقع في البدع. نعم. أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به، ولا تجاوزه لشيء، ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بزلته، فإنه هالك. وآخر عام هالك بنفسه، هالك بنفسه، زل عن الطريق عن جهل، هالك بنفسه. نعم. وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين، خالف عن عمد، هنا المخالف عن عمد. نعم. فهو ضال مضل، شيطان. نعم. مريد في. نعم. هذه الأمة. نعم. حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته، لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. نعم، هذا من الضروريات، هذه من الضروريات، أن إيش؟ أن التحذير من أهل البدع لا بد منه، لا بد أن ينبري أناس يحذرون من أهل البدع، لأن إيش؟
لأنهم لو تركوا هؤلاء ليش لظل الناس. لا بد أن يأتي من يأتي يترك لنفسه شيء عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يعني أنه نفع نفسه بأنه دافع عن دين الله سبحانه وتعالى. لا بد من أظهر البدعة ودعا لها لا بد أن ينبري له أحد من الناس فيحذر من هذا الإنسان. نعم. ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما مسلما، فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس. ليس المراد نفي القياس، لأن القياس الصحيح ثابت، بل هو ثابت في القرآن وفي السنة وفي أقوال أو من أقوال العلماء، ولكن المراد الأقيسة الفاسدة الباطلة، مثل أن يقاس الله بخلقه أو يقاس الخلق بالله سبحانه وتعالى، سواء بالذات أو بالصفات. واضح؟ هذا كلها إيش؟ هذه التي لا تجوز. وكذلك مثل أن يعني مثل ذلك أن يقال بما أن الله عز وجل يتكلم فلا بد أن يكون هذا الكلام إيش له مصادره، مثل إيش آلة الكلام إيش اللسان واللهات والأضراس والشفتان. يقولون إيش؟ فما دام أن الله يتكلم فهو إيش مثل خلقه، له كذا وكذا وكذا، وهذه كلها إيش لا يكون القياس بذلك، لا يكون ولا يصح القياس بذلك. طيب ما العمل؟ هل نقول أن الله له هذه الأمور؟ ها إيش رأيكم؟ التوقف. كل شيء جاء عن الله سبحانه وتعالى نتجاسر عليه نتكلم به، ولكن شيء لم يذكره الله سبحانه وتعالى نقف. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه له سبحانه وتعالى عينان، له عينان طيب يبصر بهما، وأنه يسمع، ولكن هل ذكر أن له أذنان سبحانه وتعالى؟ ما ذكر. طيب ننفي الأذن عن الله؟ ما ننفي، ولا يجوز لك أنك تنفي، ولكن إيش تتوقف حيث توقف النص، لأن هذه المسائل مبنية على التسليم، لأنه اعتقاد. والعقيدة هي ما يعقد الإنسان إيش يعني ما يعقد الإنسان عليه قلبه، أنه إيش يعقدها عقد في القلب ويعتقدها اعتقاد يتدين بذلك لله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف. هذا هو التسليم، لأنك إذا قلت لما ها الله عز وجل أمر بذلك، أو لما الله نهى عن ذلك، أو لما خلق الله ذلك سبحانه وتعالى، أو كيف ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، كيف ينزل الله عز وجل عشية عرفة، كيف كيف كيف، وهذه كلها تدخل الإنسان في الشك بالرب سبحانه وتعالى، لأن الأصل في العقائد التسليم، الأصل في العقائد التسليم، لأن الله عز وجل كل يعني أفعال الله سبحانه وتعالى مبنية على كمال علم سابق وكمال حكمة. ما أوجد الله شيء إلا بعلمه السابق وحكمته التامة سبحانه وتعالى. علمها هذه الحكمة من علمها، وجهل من جهلها. ما يلزم أنك تجهل الحكمة أنك لا تؤمن. واضح؟ نعم. وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف. والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. أي كل ذلك مذموم. الكلام المراد به إيش؟ كلام أهل البدع المتكلمة، يسمون بالمتكلمة، الذين تكلموا في الصفات وتكلموا في الغيبيات، هؤلاء إيش قول هؤلاء مذموم.
وكذلك الخصومات، عموم الخصومات، إلا إيش؟ إلا الخصام بالحق. يعني يخرج لنا رجل ينشر باطلة فينبري له أحد العلماء أو المشايخ ويجادل هذا الإنسان، يخاصمه بالحق ويظهر الحق الذي في دين الله سبحانه وتعالى. ليش؟ ليبطل باطل هذا الإنسان. طيب إذا ظهر الحق لا يجوز الاستمرار، خلاص ظهر الحق انتهى الأمر، لأن إذا ظهر الحق دخل المراء. هذا المراء، المراء أن إيش؟ أن يستمر في الجدال بعد ظهور الحق، هذا المنهي عنه. خلاص أنت ظهرت الحق فلا يجوز لك الاستمرار في الجدال. نعم. واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب محدث، يعني إيش؟ في الذات وفي الصفات، لأن الله عز وجل خاطبنا بما نعلم ونعرف. فيأتي هؤلاء أهل البدع ويتكلمون في ذات الله وفي صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم به الصحابة، لذلك هو محدث، لذلك هو محدث. نعم. وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن. لماذا؟ لأن الله أعلم بنفسه من غيره سبحانه وتعالى. نعم. وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية فيها رد على الممثلة الذين مثلوا الله سبحانه وتعالى بخلقه والمعطلة. الممثلة ليس كمثله شيء، والمعطلة وهو السميع البصير، الذين عطلوا الله عن صفاته سبحانه وتعالى. نعم. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى. ليس لله بداية ولا نهاية سبحانه وتعالى، ليس لله بداية ولا نهاية، فلا تقل أن الله عز وجل له بداية. المخلوق الذي له بداية وله نهاية، أما الله سبحانه وتعالى ليس له بداية وليس له نهاية. والمراد بنهاية المخلوق بالنسبة للإنس هو موت المخلوق، وإلا المخلوق سيبعث، يعني الإنس سيبعث يوم القيامة وسيجازى على أعماله في الدنيا سواء بالخير أو بالشر. أما الله سبحانه وتعالى ليس له بداية، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو إيش؟ الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. فلا بداية لوجود الله وصفات الله كذلك وذات الله سبحانه وتعالى، ولا نهاية، وذلك لكمال حياته سبحانه وتعالى. نعم. وعلى عرشه استوى، يعلم السر وأخفى، الله عز وجل عليم بكل شيء، يعلم سر الإنسان وما خفيه الإنسان قبل أن يبدو له، قبل أن يبدو له في أشياء أنت إلى الآن ما بدت لك، الله يعلمها قبل أن تبدو لك حتى لو في نفسك، يعلمها سبحانه وتعالى. مع ذلك لا يلزم أن الله يعلم السر وأخفى أنه معك، أنه مخالط لهذا العبد، مخالط لقلب هذا العبد، لا. لذلك إيش يقول المؤلف؟ حتى إيش؟ حتى لا يعني يعتقد معتقد أن الله عز وجل مع هذا العبد بذاته. إيش قال؟ قال سبحانه وتعالى، قال رحمه الله: وآخر بلا منتهي يعلم السر وأخفى وعلى عرشه استوى، يعني وهو في العلو سبحانه وتعالى ليس مخالط للعبد، يعلم كل ذلك سبحانه وتعالى. علم الله هو إيش؟ هو الذي في كل مكان، أحاط سبحانه وتعالى علم، يعني أحاط علمه سبحانه وتعالى بكل شيء. أما ذات الله العلية فهي فوق العرش، فوق العرش، فوق كل مخلوق سبحانه وتعالى. نعم. وعلى عرشه استوى وعلمه بكل مكان، لا يخلو من علمه مكان. نعم. ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله. نعم. هذا يعني كم مضى؟ نص ساعة مضى؟ نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.